السلام عليكم. اليوم نديرو بقلاوه بالجوز، نديرو كيلو بين الجوز واللوز. هاو كيما كسرناه كيما راكم تشوفو، كاس سكر وكاس ما زهر. دروكا نروحو نرحيو اللوز والجوز مع بعضهم ونوليو باش نخلطو. دروك رحيت الجوز تاعنا، نحطو سكر كلاصي كاس، هكذا نخلط مليح. ونحط بشوي ما زهر، هذا درك يسر، هذا درك نحطو هكذا يتعسل باش يطلق يدوب السكر مع الجوز. درك نروحو نديرو العجينة، درك نديرو العجينة. نديرو كيلو فرينة، كاس دهان، كاس ما زهر، ورفع الملح. نديرو ملح، مارغرين، نفرغ بشوي. Thank you.
ضرب ضرب لميتو، نحطوا الماء حتى تحصلوا على العجينه اللي نحبوا. هكذا دروكا نعجنوه هكذا، تعجن مليح. دروك نحطوه يتحط شوي يرتاح. العجينة تاعنا ارتاحت، حطيناها ارتاحت شوية. نقسموها هكذا على نص نص من فوق ونص من تحت. نبداو دروك نديرو نشا، دروك نحطوها في الماشينة. ندهنوا البلاطو نبدأ ونحطه. هذا نخليوهم، هذه الصغار نخليوها من بعد ونزيدو. نحطوها في الماشينة. Thank you.
زي ما نحط ركن دهن مبروك نحطو هكذا درك خلصنا العجينة قسمناها على نص درنا نص من التحت كل طبقة ندهنوها والطبقة الأخرى ما ندهنوهاش محترش نحطو الجوز من فوق سكموها مليح باش ما تجيناش نص خشين ونص رقيق دروك نديرو نزيدو نقرصو العجينة ونحطو هذه فوق هذه دروكا هذه هي الأخرى نديرو الدهان باش نقطعوها نبداو نديرو ابيبري انا ندير ابيبري ما بسم الله Thank you.
انا حطيت اللوز، ماشي الجوز، حطيت اللوز من فوق. درك خلصنا، درك نديرو الدهان. هذا درك نحطوها في الفرن طيب بالنار قليلة، على النار قليلة. هذا البقلاوه تاعنا وجدت طابط، دروكا نديرو في السيرو. درت كيلو سكر ودرت نص لتر ماء، خليتهم يغلو حتى ولات لتر. هاي كيما راكم تشوفوا خثره. درت فيه درت نص حبه قارص. دروكا البقلاوة سخونة والسيرو بارد. ونجي نفرغه كامل ونخليه هكذا حتى الغدوة يبات كيله.